خلينا زي نقول ما كنت بتقول لما بيتجوزوا بيكونوا برضو متكلين على أهاليهم، وعلى لو زوج متكل على زوجته، أو لو زوجة بتبقى طول الوقت لو جوزها مش موجود أو بتبقى لايصة كده وتحس إن هي مش عارفة. خلينا نتفق إن أي حاجة زيادة عن اللزوم مسخة. صح. لو أنت كلت عسل زيادة، عسل عسل جميل هتجزع، هتجزعي. فأي حاجة زيادة عن اللزوم بتأثر. صح. بس عايز أقول لك اللي بيربي بيربي هو عنده مشكلة. ارجع للأساس. يعني أنا دايماً لما بتكلم برجع للجذر. فوق الوش دي نتيجة. بالظبط. يعني لما تلاقي زرعة هي فيها مشكلة من فوق الورق بتاعها فيه مشكلة، لما تيجي جزور. تعالجي عالجي جذور. عالجي أب وأم ممكن يكون عندهم جروح. أب وأم اتحرموا من حاجات فبيحاولوا يعوضوها في ولادهم بزيادة. فقد الشيء مش بيعطيه، ولا فقد الشيء ما بيعطيهوش. فقد الشيء لما بيعطيه بيعطيه بوجع. اللي اتحرم من حاجات معينة لما بيجي يديها بيديها أوفر قوي. وشايف إن ده حب. أوكي. عايز يعوض. لو ما عملناش توازن في حياة ولادنا هيطلعوا مش متوازنين. فهو ده الناتج اللي بيحصل بعد كده، بنشوفه في بيته. بيعمل إيه مع مراته، بيعمل إيه مع ابنه. وسلسلة بتتكرر. عندك حق. يعني باختصار إن إحنا نخلي ولادنا يعتمدوا على نفسهم أكتر، ما يعتمدوش علينا أكتر بالحاجات اليومية البسيطة، ده هيخليهم يطلعوا أسوية لما يكبروا ويكونوا معتمدين أكتر على نفسهم. طيب سريعا برضو عشان وقت فقرتنا، في حالة الانفصال بقى الولاد بيغرقوا في النص، ودي برضو من الفيديوز اللي بنشوفها لحضرتك كتير جدا على السوشيال ميديا، تتكلم في حالة الانفصال ان الاب بيبقى بس مجرد وسيلة للمصاريف وبيدخلش خالص تربية الولاد ونفسية الولاد وتأثرهم ومسؤولية الام الكبيرة اللي بتكون شايلها. حضرتك بقى شايف ايه الستبس البسيطة او النصايح البسيطة اللي تقولها لكل اب وام منفصلين؟ طيب خليني اقول لك على حاجة، ويعني مبسوط ان انا ممكن اوجه رسالة النهاردة لاب وام منفصلين. احنا هنتحاسب على اولادنا دي في يوم من الايام، هنتحاسب بجد. اولادنا لما بيكبروا ما بيبقوش يفضلوا عيال. اب او ام على فكره، اب او ام لو النهارده حصل انفصال والاب اهمل في دوره كاب بما ان هو مش موجود وسط الدايره، انت هتتحاسب في يوم من الايام على ده. واللي هتزرعه تحصده. لو انت زرعت حب وطبطبه وخير لابنك هيعود لك. ولو وزعت اسوأ هيعود لك اسوأ. الفكرة ان احنا بنبقى الدنيا واخدانا ولهيانا، والانفصال بيبقى حرب بين اب وام. هي دي الفكرة اللي بيقع فيها طفل او طفلة. بس عايز اقول لك ان دول بيطلعوا عندهم مشاكل كتيرة جدا بسبب، واحنا ليه بيتعمل فينا كده؟ هم لهمش ذنب. فعشان كده نرجع تاني، حضرتك وحضرتك لو مش جاهزين ان انتوا تخلفوا بلاش تخلفوا. بالظبط. لو انت مش لو حضرتك مفيش خلفة بتعقل راجل، ومفيش خلفة بتعقل ست، ومفيش خلفة بتخلي بيت يستمر على فكرة. يعني ده مش سبب. يعني في كتير قوي 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 منفصلين وعندهم ولاد، والولاد هم اللي في الرجلين زي ما حضرتك كنت لسه. لا دايما دايما ايه مثلا، يعني دي نصيحة لكل زوج وزوجة وكل يعني جدود اي حد. النهاردة لو العلاقة في بداية الجواز مش مستقرة بلاش تخلفه. ليه؟ لأن بيقول لك إيه بقى؟ على فكرة خلف والدنيا هتبقى، بص شايلين مسؤولية، لما يخلف هيبقى كويس لو جدا. لو خلفته هتلاقوا المشاكل دي كلها اتحل. على لو فكرة. خلفته البيت ده هيهدى تماما مش هتسمع صوته. عارفة لما تروح الجيم وتبقى مش عارفة تشيلي 5 كيلو فتقلك 20 كيلو؟ ده غباء يعني. حلو كده؟ هيجيلك مزق. هو بيتمزق. البيت ده بيتمزق نتيجة حمل زيادة. تمام. طب أنا مش عارف اوفق بين زوج وزوج، انا مش عارف اوفق بيني وبين مراتي، هوفق بين زوج وزوجه واطفال كمان، مش هيجي يعمل حاجه. ده بجد هيجي يزود العبء. ده انا لو انا النهارده عايز احل بسببه انا ممكن ما احلش. بالظبط. وبيحصل انفصال. فالحقيقه انا يعني بجد بشوف نماذج، واب رامي ولاده وام راميه ولادها. لا ده كتير دلوقتي. وبعدين بقت ظاهره الامهات اللي ترمي ولادها. يعني انا اعرف يعني ده القطط ما بترميش عيالها. اعرف دلوقتي امهات لا ترمي ولادها لجوزها او لطليقها وتروح تشوف حياتها عادي جدا ولا كانها خلفت اصلا. ده بيبقى جاي من غضب. احنا انا غضبان وعايزه، حاسه ان انا ما استمتعتش بحياتي، حاسه ان انا اتربطت. فعايزه انطلق. مشاكل بس على حساب ولادي خلاص، ما يعني بيبقاش بقى شايف غير نفسه. دي انانيه بقى، ودي برضو هتكون راجعه للطفوله. الله ينور عليك. كل حاجه للاسف هتلاقي كل حاجه ارجع للجذر.
الام دي عاشت ازاي؟ شافت في بيتها حنيه، شافت اب وام بيطبطبوا عليها، لو شافت ده هتعمله. شافت اب وام بيطبطبوا عليها وبيحتووها وبيدوها الامان وبيطمنوها وبيعرفوها ان هي اهم واحده، اللي خدته ده هتديه. فلو ما خدتش ده مش هتعرف تديه. وفي ما بياخدوش بس بيبذلوا مجهود بقى. ليه بقى؟ لان هو بيدوب وجع اللي انت قلت عليه. برافو عليك. وفي نفس الوقت بيبقى عايز يعمل ايه؟ لا انا هعوضهم. خلاص انا هبذل مجهود عشان اعيش ابني كويس. مش هينفع ان انا استمر ان انا اوجع ابني. الحب لاولادنا مش ان انا اصرف عليه بس. بالزبط. مش ان انا اعمل له اكل بس. على فكره ابني بيحتاج يتحضن. ابني محتاج طول الوقت اقول له انا جنبك. ابني محتاج يطمن عشان لما يكبر يحس بطمانينه، لو ما خدهاش من البيت مش عارف ياخدها من حته ثانيه. عندك حق يعني يا استاذ يحيى، بجد انا نفسي استفدت جدا باللقاء ده، واكيد اكيد كل اللي بيشوفونا دلوقتي فرقت معاهم نصايح استاذ يحيى فؤاد. حبوا اولادكم، احتووهم، قربوا منهم، احضنوهم كتير، صح؟ لازم يحضنوهم كتير، احضنوهم كتير، وهتلاقوا بجد. وانا هجرب اللي هو قال لي عليه كده، ومش هسال فيهم اسبوع، مش هقول لهم اعملوا حاجه واشوف هيعملوا ولا لا، ولو ما عملوش على فكره هتصل بيك انت بقى وانت حر، تمام؟ عيني بشكرك استاذ يحيى فؤاد، نورتني النهارده في صباح البلد، وكنت سعيده جدا بلقائك. فاصل صغير نرجع نكمل باقي فقرات صباح البلد.